المشتركين هم مرشدين سياحيين من المنطقة دعاهم لؤي للاشتراك بالنشاط اللي نظمه. الهدف من اللعبة هو التعرف على الأماكن الأثرية الشهيرة والمميزة بالمنطقة. الله يحييكم جميعا. نظرا للنحاء فيها أماكن سياحية وتراثية كثيرة، فكانت فكرتي أنه نعمل نوع من أنواع المسابقات اللي يسموها الرالي بيبر، اللي زي لعبة الكنز يعني. قالوا نروح من مكان لمكان 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 بناء على هنت أو تلميحة. حنقسمكم على فريقين، فريق معاي وفريق مع عبد الله، وناخذ هذه الهنتس، واللي يوصل الفاينل ديستنيشن او المكان الاخير قبل الثاني هو اللي يربح معانا. طبعا الهدف من المسابقه والقطع وارد روعي، بدل ما نشرح المعلومات التاريخيه على المنطقه بطريقه تقليديه ممله، نطلعها بطريقه تكون فيها اثاره، احنا نتحمس معكم. والحقيقه انا اشوف عن نفسي اني انا اكون معكم وانتم معي، انتم الخبراء في المكان، الواحد يتعلم منكم في من الموقع المواقع اللي راح نزورها. مسابقة البحث عن الكنز هي مغامرة تجوال من مكان إلى آخر بحثاً عن دلائل تساعد للانطلاق للمكان التالي، ويتخللها أسئلة ثقافية ومعلومات عامة. الشباب انقسموا فريقين، أربعة مع لؤي وأربعة مع عبد الله، وبدت اللعبة. وبدت الأسئلة اللي قام بتحضيرها فريق البرنامج بالتلميح عن المكان الأول المطلوب يعرفوه. أول تلميحة من فريق تنظيم المسابقة حنلاقيها تحت جمل في الموقع هذا. في الموقع هذا نبدأ يا شباب؟ نبدأ يا شباب، توكلنا على الله. يلا مين بيلاقي المغلف المخبي في الجبل؟ لا الجمل في جمل؟ الجمل هذا الجبل فيها على شكل جمل، إذا أنت ممكن هذا الجمل. بدت المسابقة وافترق الفريقين للبحث عن المغلف الأول اللي فيه الدليل اللي بيساعدهم للوصول إلى الوجهة السياحية التالية. وبكل حماس الشباب يبحثون في كل الأماكن لإيجاد المغلف الأول. بالوقت نفسه تمكن الفريقين من إيجاد المغلف اللي راح يدلهم على الوجهة الثانية المطلوب ينتقلون عليها. لقيتوا؟ الله 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 الله. لقوا شيء هم. طلعت الخبرة. كفو والله كفو يا شباب، لقيناه. تعال 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 تعال. ممتاز، كفو والله كفو. ثاني تطل من أعلى قمة الجبل بالمنطقة.